بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عنوان هذا الحديث التفقه في المناسك وأثره على الحاج. لا شك أن من أراد أن يعمل أي عمل دينيا أو دنيويا فإنه قبل أن يدخل ويشرع فيه لا بد أن يعرف أحكامه وتفاصيله وكيفية أدائه حتى يؤديه على الوجه المطلوب، وحتى يكون عمله متقنا لا خلل فيه. هذا في جميع الأعمال دينية أو دنيوية، وبالأمور الدينية الأمر آكد وأوجب، فإن العمل الديني إذا لم يكن على فقه من الكتاب والسنة فإنه يكون عملا خاطئا وضلالا وتعبا على صاحبه بدون فائدة. ولهذا الله جل وعلا حث على التفقه في الدين، قال سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. فالفقه في الدين هو أساس العمل الصالح وأساس الدين، لأن الدين مبني على العلم النافع والعمل الصالح، ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان مبنيا على فقه ومعرفة بما يريده الله سبحانه وتعالى وما يرضيه وما يكرهه وما يبغضه. لا بد من هذا الأمر. فالذي يريد الحج لا بد أن يتفقه كيف يحج، كيف يؤدي المناسك، ماذا يجب عليه عند البداية عند السفر، ماذا أو ما يشرع له عند السفر، وماذا يجب عليه عند الإحرام، وما هي أحكام الإحرام، محظورات الإحرام. ثم كيف يؤدي النسك من عمرة أو حج، يعرف أحكام الطواف ويعرف أحكام السعي حتى يؤدي الطواف والسعي على بصيرة، يعرف كيف يقف بعرفة وماذا يعمل فيها ومتى وقت الوقوف ومكان الوقوف ومقدار الوقوف الذي لا بد منه، ثم يعرف متى ينصرف من عرفة وإلى أين يذهب. يذهب إلى مزدلفة، أين هي مزدلفة، أين مكانها، ماذا يعمل فيها إذا وصل إليها. ثم يعرف إذا انتهى من مزدلفة إلى أين يتجه، وماذا يعمل إذا وصل إلى منى، كيف يرمي الجمرة،
في يوم العيد، وكيف يطوف طواف الإفاضة، كيف يسعى بين الصفا والمروة، وكيف يفعل بعد ذلك من حلق رأسه أو تقصيره، كل هذه أمور لا بد منها. ثم يعرف ماذا يعمل في أيام التشريق، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يعرف كيف يرمي الجمرات ومتى يرمي الجمرات وبماذا يرمي الجمرات، ويعرف بعد ذلك ما يلزمه قبل الرجوع إلى أهله من طواف الوداع، ومتى يطوف للوداع، وما صفة طواف الوداع، وما حكمه، وما يترتب على تركه. كل هذه أمور لا بد أن يعرفها الحاج والمعتمر ليؤدي حجه وعمرته على الوجه المشروع، حتى يكون عمله صحيحا لا خلل فيه ولا نقص أو لا بطلان. لأن الإنسان قد يتعب ويعمل لكن على غير هدى وعلى غير علم، يكون عمله لا قيمة له. وكم يقع من الحجاج والمعتمرين من الجهل بالمناسك، ثم بعد ذلك يقعون في ورطة ويربكون المفتين بأسئلتهم، ولو أنهم من الأول درسوا أحكام الحج والعمرة وكيف يؤدونهما لقل الخطأ وتدورك الغلط، وصاروا على بصيرة. ولهذا اهتم العلماء رحمهم الله بتصنيف مناسك مختصرة يصفون فيها الحج والعمرة من البداية إلى النهاية، وماذا يجب على الحاج والمعتمر، وماذا يستحب له، وماذا يحرم عليه، وماذا يكره له من الأقوال والأفعال. كل هذا الحمد لله ميسر في كتب مختصرة وميسرة، يمكن للحاج أن يقرأها في ساعة أو نصف ساعة يأتي عليها جميعا. وإذا أشكل عليه شيء فإنه يسأل أهل العلم، لا يترك شيئا لا يفهمه. ثم أيضا ليعلم الحاج والمعتمر أن هناك عادات يمشي عليها بعض الحجاج والمعتمرين، وهي ليست من الحج ولا من العمرة، وهو يظنها من الحج والعمرة، فيتعب نفسه فيها، وهي قد تخل بعقيدته، تخل بحجه وعمرته، مثل أن يستغيث بالأموات، أو يتبرك بالأمكنة ويتمسح بها، ويقال له إن هذه آثار الصالحين، يذهب إلى جبل حراء، الجبل الصعب المرتفع، فيكلف نفسه في صعوده ويذهب وقته ويتعب جسمه وهو على غير هدى، بل هو على ضلال. لأن الذهاب إلى غار حراء وتكلف صعوده والوقوف في الأماكن التي خصصها الخرافيون تعب وضرر على الحاج، وإنفاق للوقت والمال والجهد على غير هدى من الله سبحانه وتعالى. ويذهب إلى الأمكنة التي يقال إنها تزار وأنها
فيذهب وقته وماله ويتعب جسمه، وبالتالي يخل بنسكه ويخلط معه أعمالا سيئة وقد تكون شركية تبطل أعماله، كله من عدم السؤال وعدم المعرفة والبصيرة. فعلى المسلم كما ذكرنا أن يختار أو يستشير ماذا يقرأ وماذا يتزود لحجه وعمرته من العلم النافع من قراءة الكتب المفيدة المختصرة الصحيحة المكتوبة على ضوء الكتاب والسنة، وهي كثيرة وميسرة ولله الحمد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.